عجبني الحال ملي سمعت هذا الخبر هذه، كنحس بحال بلي البلاد ديالنا الحمد لله غاده في تطور كبير، وان شاء الله خصوصا نحس بواحد الفرحه مني خرج هذا الخبر من عند سيدنا الله ينصره. كنتمنى ان شاء الله هذه النسخه ديال كاس العالم ديال 2030 تكون التنظيم ديالها زوين، وحبذا تكون حسن من ديال قطر ان شاء الله، ونفرحوا من جديد عاوتاني كما فرحنا فاش اهل المغرب الدومي فينال في كوب دو موند هذا اللي داز. مزيان جاني مزيان باش البلاد تزيد القدام، معلوم نشكره تفكر في ولادو، حنا ولادو اللي خطا علينا وصافي سيدنا الله ينصرو. شفنا داكشي ديال قطر وكان كلشي داز مزيان، والمغرب غيكون مع احسن. السياحه هي الاولى، هي اللي غتظهر، والبلاد غتزيد القدام مزيانه، كلشي لوليداتنا وكلشي. فرحت بزاف فاش سمعت هذا الخبر، وكنتمنى تكون هذه النسخه احسن من النسخه اللي دازت في قطر، وخصوصا حيت داروا شراكه مع البرتغال واسبانيا وغادا تحرك السياح ان شاء الله. الا كان في الرباط هنا نقدر نمشي. المهم كنت فرحانه صراحه ملي عرفت الكاس تنظم هنايا، وبالخصوص انه بزاف البلايص غيوليو زوينين، وصراحه غنتفرجوا على قرب يكون احسن، وصراحه فرحنا بزاف والله، يعني كاع الناس فرحوا، غتكون زوينه بزاف. يعني خوتي اول مره غتنظم الكاس العالم هنا في المغرب، غتكون زوينه بزاف حتى السياحه، حتى السياحه غتنعم السياحه بزاف، يعني حاجه زوينه. المغرب غيزيد اكثر يتعرف اكثر احسن من الاول، يعني السياحه غتعرف المغرب انه كنتشهر في المونديال الاخر، يعني حاجه زوينه، وغادي تعرف اكثر هنايا، يعني غيتعرف بزاف، يعني درت بزاف الحوايج، يعني شي حاجه تجي ساهله المونديال يجي ساهل ان شاء الله يكون خير. انا فرحان بزاف كاس العالم، والله يخلينا سيدنا والله ينصر سيدنا، تكون الدنيا زاهره وتكون الدنيا زوينه الحمد لله. كثار من قطر ان شاء الله يكون ان شاء الله داكشي اللي كيتمنى المغرب كامل. ملي تلقيت الخبر حقيقه فرحت بزاف، وان شاء الله يكون مزيد من التالق، وخصوصا من غادي ننظموا كاس ديال افريقيا اللي غادي يكون في 2025، وان شاء الله يكون مزيد من التالق، وانا ثايقه ان في المغرب راه غادي يوصلوا، وان شاء الله هاد السياحه وداك الشيء صافي.